نور، أكيد تحية لحارس المنتخب السوري إبراهيم العالمي ولكل أعضاء الفريق أكيد منتخبنا. تحية كتير كبيرة منا لفريق منتخب سوريا نسور قاسيون، دائما نحن فخورين فيه. أكيد نور، رح نبلش أولى فقراتنا لليوم هي فقرة طبية وحنحكي عن البلازما يلي دخلت بالمعالجات الطبية، حيث حققت البلازما نجاحات كبيرة في معالجة الحروق والجروح المزمنة وغيرها من الأمراض، وما تزال الأبحاث قائمة لدراسة المعالجات الأخرى التي من الممكن أن تدخل البلازما فيها. أكيد سلمى، في سوريا الجهود الطبية ما زالت مستمرة لتثمر عن أفضل النتائج على الصحة العامة وتطوير الواقع الطبي، واليوم بيسعدنا نستضيف الدكتورة باسمة الشيخ، حاصلة على ماجستير أمراض اللثة وبراءة اختراع في استخدام البلازما، لنحكي أكثر عنها وعن علاجاتها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي على هوا الأخبارية السورية. صباح الخير دكتورة. صباح النور ميت أهلا. دكتورة، بداية خلينا نتعرف على العلاج بالبلازما، يعني إمتى بلش هذا العلاج وإمتى دخل سوريا؟ البلازما تحديدا البلازما الغنية بعوامل النمو هي أحدث تقنية في العالم، يعني أحدث تقنيات القرن 21 كتقنيات طبية، هي الجيل الثالث من تحضيرات البلازما. الفكرة الأساسية فيها أنه نحن عم نستخدم شيء موجود بجسمنا، نعمة من ربنا موجودة بدمنا اللي هي الجروس فاكتورز أو عوامل النمو، عم ناخدها لها الجروس فاكتورز منكسفة مرة لمرتين أكثر من الحد الطبيعي ومنرجعها. شو هي الجروس فاكتورز أو عوامل النمو؟ هي بروتينات بتتشكل بنقي العظم، بتتخزن ضمن الصفيحات الدموية، دورها الأساسي أنه هي مسؤولة عن أي شيء اسمه انقسام، تكاثر، تندب والتئام الجروح. فنحن لما عم نكثفها مرتين لثلاثة أكثر من الحد الطبيعي، نحن عم نسرع الالتئام، عم نسرع الشفاء، عم نسرع إغلاق الجرح. لما بيضل الجرح مفتوح في ألم، في نزف، في وزمة، في انتباج، يعني نحن عم نسرع الشفاء، عم نسرع التندب، عم نسرع عودة العضو المصاب لوظيفته بأسرع وقت ممكن. طيب دكتورة، خلينا نحكي عن سلبيات وإيجابيات هيدا العلاج، قديش فعلا في نسبة إيجابيات كبيرة ويمكن يكون في آثار سلبية له؟ هلا آثار سلبية معنا موجودة لأنه نحن ما عم نطبق شيء غريب، عم ناخذ شيء من الجسم، الشيء اللي عم نعمله بس إنه عم نكثفه مرتين لثلاثة أكثر، استخداماته لهيك عم نسرع الشفاء، عم نعمل نوعية نسج نشيطة فتية بالمنطقة، عم نحسن نوعية النسج. سلبيات ما في، إيجابياته إنه فينا نستخدمه بكافة أنواع الإصابة، كافة أنواع الآلام، القرحات الكبيرة، الجروح اللي بتطول لتشفى، يعني أنا شيء من جسمي بس عم فعله زيادة، هذا الشيء الحلو بعوامل النمو. طيب دكتورة، خلينا نحكي عن مراحل نزع البلازما وإدخالها للجسم وطريقة العلاج فيها بشكل أوضح. هلا في شغلة كتير مهمة بموضوع استخدام البلازما وهي العقامة واتباع البروتوكول اللازم بدقة. هذا الموضوع مهمل شوي عنا، يعني شاع استخدامه كتير والعقامة مهمة جدا جدا والدقة بتحضيرها كتير مهمة. هي شغلة بسيطة بنعملها بوقت تطبيق الجراحة، فبنسحب كمية من الدم، والصور بتبين هالشيء انه بنسحب كمية 10 لـ20 سي سي من دم المريض، بنسفلها بعد ما بيكون الدم بالأنابيب متجانس، بعد التسفيل عم يطلع عنا طبقتين، الكريات الحمر، الكريات البيض، وفوقن البلازما. هذا التركيز من البلازما، في شيء غني بعوامل النمو، في شيء عادي، في شيء فقير بعوامل النمو، فأنا حسب المنطقة اللي بدي إياها، حسب الإصابة، بفصل الطبقة اللازمة من هذا التحضير اللي أنا حضرته. دكتور، عم نشوف مع بعض الصور، خلينا نحكي عن أهم يمكن العلاجات للبلازما، نعطي أمثلة أكثر دقة للمشاهدين، نحكي مثلا عندنا حالة حروق، قديش هي مفيدة بحالة الحروق، قديش فعلا هي نسبة النجاح بتكون كبيرة، نسبة الترميم قديش بتكون فعلا فعالية. هلا الحروق مثل ما بنعرف كلنا في منها حالات بتسبب الوفاة، فأنا لما عم سرع التئام هالسطوح الواسعة المفتوحة، عم بعمل تندب سريع، نوعية نسج منيحة، أنا عم كتير عم فيده للمريض، عم خفف ألمه. بالنسبة للأسنان، البروتوكول اللي أنا أخذت فيه براءة الاختراع، وأنتي الوحيدة اللي أخذت براءة الاختراع، أنا اللي أخذته وأخذنا نتيجة لأول مرة بالعالم، إنه في حالات تعتبر تحدي، حالات فشل بالزرع، مو بس نجاح، زاد عنا العظم، ولأول مرة بالعالم عند ناس عندهم هشاشية عظم، عند ناس مسنين، ناس عندهم سكر، ناس مدخنين. هلأ الفكرة الأساسية إنه أنا هاي المنطقة من العظم عند المريض، بدال ما فوته بإجراءات جراحية زائدة، مثلاً طعوم إضافية، كلفة كبيرة كتير، لحتى رممها، لحتى زيد ارتفاعها، لزيد لحسن من نوعيتها، لا،
الشيء اللي موجود عندي انا عم حسنه كيف؟ مثلا هاي المنطقه المحدوده من العظم واللي عظمه ضعيف، وانا عم حضر للزرعه ما بشيله العظم، ما بكبه، بحطه على جنب. الزرعه القصيره اللي مناسبه لها الارتفاع من العظم عم تعطي نسبه فشل. كمان هاي الزرعه انا كيف بصير عندنا الشغل؟ عم فعلها للزرعه بالبلازما، فصارت متقبلة حيويا أكثر، صاروا بيجوا الخلايا المولدة للعظم بسرعة عالية أكثر. العظم اللي أنا تركته على جنب بدال ما هو عظم هش وضعيف، فعلته بالبلازما صار عظم قوي. مو بس هيك، بعد ما حطيتها للزرعة حطيت العظم فوقها، نحن في غشاء كمان من البلازما، يعني هي الطبقة الصفراء اللي شايفينها فوق الطبقة الحمراء إلى استخدامات مذهلة، كمان فيني أعمل منها غشاء مثل الغطاء، بحطه فوق الزرعة والعظم وبسكر الجرح عليهم، هيك أمنت عظم ممتاز وشفاء سريع. هي بالنسبة للزرع. في حالات تانية مثلا بيكون في آفات بالعظم، آفات كبيرة، أحيانا بتاخد سماكة الفك، هي بدها طعوم، الطعوم مكلفة كتير، فأنا بهالحالة بحضر البلازما بطريقة معينة بدرجة حرارة معينة، تطلع عندي مثل خسرة، بدك بمنطقة الأزم، منطقة اللي صار فيه تآكل عظمي، تنتين ثلاثة أربعة العبية تماما وبسكر. الحلو بهي الشغلة إنه بتجذب الخلايا، الخلايا اللي لازم ترمم العظم بشكل واضح، فأنا بشهرين باخذ مستوى من الشفاء، ممكن بست شهور ما أحصل على نص ولا على نص هالمستوى. لهيك دكتورة بما أنه حكيتي عن هذا الموضوع، يمكن التكلفة بتأرق كثير من الناس، كثير من الناس بيحسبوا موضوع العلاج وخصوصا العلاج السني، إنه أنا إذا بدي فوت بلش بسن والتاني واللي بعده قد بده يكلفني وقد بده ياخذ وقت، فقديش قدرت فعلا البلازما تحرق مسافات بالوقت وحتى تماماً بالتكلفة المادية؟ تماما، هي علاج بديل حلو، يعني أنا ضمن الموجود أنا، هل هو دائم ثابت ولا بيضطر الشخص دائم وثابت بعد فترة يرجع يعالج نفس المنطقة بيروح لعلاج أو شيء؟ هلأ بعرض لكم حالات، مثلا صار له عشر سنين المريض، عمره 75 أول ما بدينا، هلأ بالخمسة وثمانين كأنه هلأ حاطين الزرع. نحن عملنا عظم ممتاز، نوعية ممتازة دامت عطول العمر بغض النظر عن حالة المريض الصحية وعن وضع العظم بالمنطقة المجاورة. في استخدام حلو كمان، إنه هدول المرضى اللي عندهم انحسار باللسة بتلاقي أسنانهم طويلة، بيحتاجوا عمليات لنوقف هالانحسار، إما أني أعمل عملية باخذ فيها طعم من قبة الحنك، يعني عم بفتح منطقتين جراحيات، أو أني استخدم البلازما في عملية بنسميها تعميق الميزاب. هو جرح طويل شي 6 إلى 7 سنتي، مؤلم جدا، وكانت متنسقة بسبب الألم اللي بتسببه هالجرح الطويل، أحيانا قلاعة صغيرة ممكن يشكي منها المريض أسبوع أسبوعين. صحيح. فتخيلي جرح 7 سنتي باستخدام البلازما كضماد عليا، بيتفاجأ المريض انه كل هالجرح ما في وجع، ما في ورم، ما في ازعاج، يعني كثير عم تريحنا وعم تسرع الشفاء. طيب دكتورة خلينا نحكي كمان عن استخدامات اخرى للبلازما، خلينا نعطي امثلة كمان اخرى للمشاهدين، لانه فعلا يمكن البلازما كمان اخترقت حياتنا بشكل كثير كبير، يعني عم نشوف من خلال كثير من الدكاترة كمان للبشرة للجسم، فخلينا نحكي كمان عن استخدامات اخرى للبلازما. هلا بالتجميل كثير عم تعطي نتائج ممتازة، يعني من اهم يمكن صارت العوامل في مجال التجميل عم تكون البلازما أهم شيء. يعني الحلو أنه أنا ما عم طبق شيء غريب عن الجسم، ممكن مثلاً نستخدم كريمات العمر كله ما تعطيني نتيجة تطبيق بلازما مرة واحدة، لأنه لما عم طبقها بالوش عم طبقها مع دكاترة التجميل عم بيصير في تروية زيادة، بتعطي نضارة، بتعطي إشراق، بتسرع تشكل ألياف كولاجين، بتشوفي في أحياناً ندب مثلاً مرة مرتين ثلاثة، بدال ما حط الفيلر لا، البلازما بتشكل نسج حقيقية بتعبيها للندبة تماماً. حالات التصبغات، المسامات الكبيرة، هي بالنسبة للتجميل. إصابات الرياضيين، آلام المفاصل، آلام الأوتار العضلية، تطبيقات المفاصل، يعني مثلا لما عم طبق لهم مفاصل ركبة فعلا بالبلازما بتكون النتائج أفضل بكتير، مثلا طبقناها بتجميل أنف كمان النتائج أفضل بكتير. يعني الفكرة إنه شيء بجسمنا أنا عم بستخدمه بكالات لأعطي نشاط وحيوية وقبول أكتر للشيء اللي عم بيصير بالجسم. والسبب الأساسي لهي السرعة بالاستجابة بالبلازما شو؟ قلك شو هي البلازما؟ البلازما تحديدا هي بروتينات بتتشكل بنقي العظم وبتتخزن ضمن الصفيحات. فلما تجي مثلا صار عندي منطقه اذى، يعني من وين اجى تاثيرها للبلازما؟ اول شيء بدنا اياه الارقاء او انه يتقطع النزيف.
اجت الصفيحات وقفته للنزف، بعد ما خلصت هاي الوظيفة بتفتح الصفيحات وبتطلع الجروس فاكتورز، في شيء بشكل لي أوعية جديدة، في شيء الخلايا اللي لسه مو متميزة بخليها تشكل كولاجين حسب المنطقة المتأذية، مثلا ممكن شيء يشكل عظم حسب أنا شو في عندي أذية، هالجروس فاكتورز بتنشط بتفعل وبتشكل نسيج جديد أحسن من النسيج اللي كان موجود وبسرعة. طيب بالعموم دكتورة، دائما كل تقنية الناس بتتخوف منها شوي بالبداية، بتخاف إنه يكون في لها آثار سلبية، هل ظهر أي نوع من أنواع الآثار السلبية للبلازما؟ أبدا، نحن دخلناها من 2008 على سوريا ولحد هلأ ما في غير الإيجابي. الشيء الحلو انه سبحان الله ضبط موجود بالجسم، انه مهما طبقتي تراكيز، مهما زدتي الشيء اللي عم بتطبقي، في عنا مو في عوامل عم تنشط التشكل، بالمقابل في عوامل بتصبطه وهي ضعف العوامل المحرضه. يعني انا ممكن خاف مثلا انه يصير عندي ورم دموي، يصير عندي اورام، ما بتصير. هل في اشخاص بيتحسسوا منها؟ هلا بنشوف بعض الاشخاص بيكونوا عاملين بلازما لوشهم، بعضهم بيظهر عليه انتفاخ بشكل كثير واضح، وبعض الاخر لا ما بيظهر عليه اي شيء ولا كانه هو اخذ ابره بلازما. وللأسف شو السبب؟ للاسف مثل ما قلنا ما عم يراعوا موضوع التعقيم، يعني احيانا يعني هذا بيرجع للتعقيم مو لطبيعه يعني الجسم. اللي بتشوفيه التهاب، البلازما هي ضد الالتهاب، يعني بتشوفي وشهم احمر متورد، احيانا بيصير في التهابات لانه ما في عقامه بتطبيق البلازما. البلازما بالدرجه الاولى عامل مرمم، ما انا عامل التهابي ولا أنا مضاد حيوي، يعني أنا لما عم حطها بالوش ممكن يحمر شوي، أما هالحالات من الانتفاخ والالتهاب في خلل بالموضوع، لما بتطبق ضمن أصولها لا، صار في تروية، صار في كولاجين، صار في بشرة نضرة، هي هي البلازما، أما الالتهاب لا شيء ثاني. طب خلينا نحكي عن التطبيق الصحيح دكتورة، يعني البلازما هو بيتم أخذ عينة من الدم من جسم الشخص، كيف بتتم؟ يعني بعد هاي المرحلة كيف ممكن أنا مراحل أخرى ليكون عندي بلازما؟ يعني نحن بنشوف بعض الدكاترة بيسحبوا دم من المريض بيحطوها بآلة لمدة دقيقتين ثلاثة، بعض الدكاترة بيقولوا لنا لا، يعني أنت بتحتاري أحيانا أنه يمكن الأصح. لا، هي بروتوكولات عالمية، مو أنه مزاجي الموضوع، لا في وقت محدد، في درجة حرارة محددة، في خلينا نحكي عن هي المراحل أكثر للمشاهدين، لأنه كمان في مجال التجميل في كثير من الناس يمكن ما بتعرف هي التفاصيل نوعا ما، وبتنبغن نوعا ما من بعض الدكاترة. يعني في دكاترة بيقول لك هي بلازما مختلفة عن بلازما الأخرى، البلازما بشكل عام هي واحدة. هلا في إذا أنت طبقتيها صح، إذا سفلتي صح بتحصلي على النتيجة اللي بدك إياها، أما لما في خلل بالتسفيل، خلل بالعقارب. طب خلينا نحكي بعد مضرة. أنا بسحب الدم من المريض بعد هاي المرحلة بنحطهم بالمسفلة، بنسفلهم درجة حرارة الغرفة 8 دقائق، سرعة مسفلة نحن بنكون محددينها، بعد ما بتخلصي تسفيل بتلاقي الصح إنه انفصل الدم الأحمر اللي هن الكريات الحمر فوق طبقة كريات بيض فوق البلازما. الشيء اللي كتير كتير فعال واللي لازم استعمله، أحيانا بيستعملوها كلها لا، هي كل تركيز من الجروس فاكتورز ضمن هالبلازما بيعطيك شيء محدد. هلا انا مثلا لما بدي طبقها بلازما غنيه بعوامل النمو، عندي منطقه محدوده جدا فوق الكريات الحمر والبيض، ما باخذها كلها، ما باخذ كريات بيض، تصوري الدقه انه هي طبقه خفيفه كثير الكريات البيض، سحبتيها انت عملتي التهاب بالمنطقه، يعني فعلتي عملية مناعية. انت لازم تحطي بس جروس فاكتورز، تحطي بس شيء بنشط الشيء اللي انت بدك تحصلي على نتيجة منه. هذا الخلل اللي بيصير في منهم بيبعتوهم على مخابر، غلط هالحكي، يعني بدي عقامة، بدي نظافة، ما بيصير انه انا والله المريض اخذ التيوبات وجايبهم، لا، بالعيادة بوقت الجراحة بنظافة بعقامة بروتوكول محدد لأحصل على النتيجة اللي بدي اياها. اكيد. طيب دكتورة نحن بدنا نشكر وجودك معنا اليوم وكل المعلومات اللي افدتينا فيها، ان شاء الله يا رب كل المشاهدين اللي كانوا معنا وعم بيتابعونا يكونوا استفادوا من النصائح. شكرا كثير لك دكتورة باسمة الشيخ، شكرا لوجودك معنا واهلا وسهلا فيك على الهواء الاخباري. شكرا كثير. شكرا لك دكتورة. اما هلا مشاهدينا رح نروح